حنايا جيت سعداء بحضور المنتخب الوطني داخل المؤسسه السجنيه اللي هو كان بحد ذاته شرف كبير وشرف كبير شرف كبير لينا كسجناء داخل المؤسسه السجنيه، وكان افتخار لنا بوصول المنتخب الوطني للمربع الذهبي اللي هو انجاز تاريخي اللي غيبقى في الذاكره كانه اول منتخب افريقي واول منتخب عربي غيوصل للمربع الذهبي، وهذا شرف كبير لنا. وكذلك كنبغي نوضح واحد الصوره ان المنتخب الوطني حنا كنا كنتفرجوا فيه غير في التلفازه، ومادام شرفنا وتقربنا منه وتحاورنا معاه يعني كان احساس لا يوصف صراحه، شعور لا يوصف، ما يمكنش ليا نوصفه، حيت داك مشاعر مختلطه عندنا. كنا كنشوفوا هذا الشيء كما قلت لكم من مورا الشاشة وحنا داخل الأسوار. اليوم عشنا حلم، تحقق لنا حلم اللي ما كانش عندنا في البال. سي غراس المندوبية العامة السامية لإدارة السجون اللي كل مرة كتفاجئنا وكتتيح لنا فرصة أننا نتلاقاو ناس، كل مرة كل إيفينمون كنتلاقاو مع ناس، تلاقينا مع فنانة، تلاقينا مع مغنيين، تلاقينا مع دي ستار، مي دابا كنشوفوا الأسود مباشرة. حلم كيتحقق للنزلاء والنازلات، حلم من خلال هذا الانترفيو. انا كنقول للمندوبيه العامه لاداره السجون شكرا 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 لكم جزيل الشكر، لانكم كل مره كتخليوا النازل كيخرجوا يخرج بعقله بقلبه باحاسيسه على الاسوار اللي كيعيش. فريمون حنا اليوم خرجنا من الاسوار. كانت لوحه فنيه من أغاني المنتخب الأسم المطربة سي أسماء المنور، كانت عدة أغاني من هالة هالة ديال المنتخب، كانت غنوا معنا، كان عدة لوحات. معكم نازلة من السجن المحلي لودايا، بغيت نعبر على الفرحة اللي حسيت بها وأنا داخل القضبان. حسيت بالمنتخب الوطني وشجعته كوني بحالي بحال أي نازل بحال أي مواطن. من خلال المشاهدة ديالنا التلفاز كانت واحد الروح زوينة، وكان واحد التشجيع اللي حسينا براسنا في ديك الفترة أننا أحرار، واخا السجن واخا القساوة ديال الظروف، حسينا براسنا أننا حتى حنايا تنشجعوا وحتى حنايا واحد الحماسة. وما كرهناش أن نكون كان المونديال ما فيش غير شهر، كل ماتش كنا تنتسناو يزيدوا لقدام يزيدوا لقدام، حيت استمتعنا وما كرهناهمش، بغينا لهم الكاس. ولكن الحمد لله حتى هادشي شرفونا بزاف وشرفوا المنتخب ديالنا وشرفوا المغرب كامل. وتا اليوم انا فرحانه بزاف كوني شفتهم بطريقه مباشره، فرحت وهذا كان بحال شي حلم، حلمت انني غير نشوفهم، دابا وليت شفتهم كل واحد، حسينا بهذه الفرحه. تنشكروا المندوبيه العامه لاداره السجون انها جابتهم لينا في هذا البرنامج تاع الجامعه في السجون اللي من خلاله ديما تيفاجئونا بالبرامج المتعدده، واليوم كان سبيسيال حيت عنده واحد النوع اللي شفنا المنتخب. شكرا. هذا الشيء دابا اللي شفته راه كان واحد المجهود ديال شهرين و15 يوم. بدينا كانوا الاعضاء الفرقه كاملين من سجون مختلفه وتختاروا واحد النخبه والتحقنا بسجن العرجات تمايا دربنا وجينا للسجن ديال سلاجوج. هنا كان العرض اليوم كيف ما شفتوا، وكنبغي نشكر الاساتذه على الجهد اللي ضحاو معنا والوقت ديالهم، وشكرا لكم بزاف. ما وخانتني الهضره دابا، والله الا خانتني، ما كاين ما احسن. هادشي اللي كان الشعور، هادشي كنحس ما كقدرش نعبر عليه، هادشي كيتحس ما كيتقالش. وانا فرحان بزاف وشكرا للمندوبيه العامه، وكنبغي نقول واحد الميساج بان بغينا يزيدوا في هاد الايفيلموات، باش ان شاء الله راه الفن راه دواء.